احنا هنعمل الجبنه المقليه دلوقتي. جبنه حلوم، جبنه الحلوم من الجبن الحلوه جدا، طعمها حلو، وكمان لما هنقليها طعمها هيبقى احلى. يلا اقول لكم مقادير الوصفه. مقادير الوصفه بتاعتي: احتاج 250 جرام من الجبنه الحلوم، نكون مقطعينها صوابع بالشكل ده، ما نرفعهاش قوي. هحتاج دقيق، هحتاج بقسماط مطحون، وبيضتين، ولبن، زعتر جاف، وبابريكا. يلا نبتدي مع بعض وصفتنا. وطبعا هحتاج طاسة يكون فيها زيت غزير علشان اقلي الجبنة بتاعتي. جبنة مش بتاخد ثواني في الزيت، فلازم الزيت بتاعي يكون سخن. انا كده هجيب البيض بتاعي، احط عليه لبن، هضيف له البابريكا، وهضيف له الزعتر، هقلبهم مع بعض، نقلب كل ده كده مع بعض. بالشكل ده. وبعدين نعلي بقى النار حاجة بسيطة كده، وبعدين نبتدي بقى ناخد الجبنه كده نحطها هنا اهي عشان تشوفوها كويس. اهي نحط بقى في البيض بالخلطه دي او النكهه الحلوه اللي احنا عملناها من البابريكا والزعتر. وهروح حاطه الصوابع في الدقيق، صوابع الجبنه، وهرجع تاني انزلها في البيض عشان اعملها كفر كده يكون حلو قوي، واحطها في البقسماط بيض، بعد كده الدقيق، بيض تاني، كده تعالوا بقى نقلي الجبنة بتاعتنا مع بعض. الزيت لازم يبقى كده ايه سخن كده قوي، عشان يا دوبك هننزلها وهنطلعها على طول. نحضر كمان الطبق اللي هنحط فيه، نحط فيه كده بقى تونس من تحت كده. عايزينها يبقى لونها ذهبي. طبعا الجبنه الحلوم لو عندنا مش بس احنا ممكن نعمل بيها جبنه مقليه، لا احنا كمان ممكن نعملها مشويه، بتبقى حلوه جدا، ونعملها كده صوص حلو قوي. وكمان ممكن نحطها في سلطات كتير جدا، بتدي طعم حلو قوي للسلطه. ممكن نحشي بيها السمبوسك مع الزعتر، نخلطها كده بالزعتر واللبنه، بتبقى حلوه قوي. بصوا عايزين لونها ايه يغمق كمان شويه، حاجه بسيطه. نختار نوع كويس من الجبنه الحلوم، عشان في نوع انواع بتكون مش كويسه، بتكون متخلطه بانواع جبن ثانيه، هتلاقوا نفسكم وانتوا بتقلوها بتسيح وبتفك من بعضها وبتطلع شكلها مش حلو خالص.